في السياق ذاته أشار الكابتن وليد عبد الحميد العلوي نائب الرئيس التنفيذي في طيران الخليج إلى أن الاتفاقية تمت بين البحرين والهند للتعامل مع الظروف الراهنة التي فرضتها الجائحة العالمية. تمت الاتفاقية بين البلدين الهند والبحرين للتعامل مع الظروف الراهنة للكوفيد بشروط معينة لتنظيم الطيران بين الهند والبحرين، وإن شاء الله اليوم تكون عندنا أول رحلة إلى ترفاندروم. نعم. وبعدين بتكون عندنا رحلات جديدة إن شاء الله لكوتشين وكاليكوت وبقية المحطات اللي كانت طيران الخليج تسيرهم قبل الكوفيد. طبعا احنا عندنا تقريبا 8 محطات نطير لهم، فإن شاء الله كذلك نوصل لمدراس، حيدرباد، بنغلور، وبدون شك دلهي اللي هي العاصمة، ومومبي.